بنقيسها ازاي؟ عايزين نعمل الاثنين نشط القناتين شانل واحد وشانل اثنين، تمام. بعد ما نشط الاثنين هيظهر لنا الابس. بعد ما يظهر الالبس نضغط ديسبلاي ونخليه اكس واي عشان الالبسز. بعد كده هنعمل ميجر وزمنا طبعا القناه عشان القناه بتاعت ايه مي هو من كده. بعد ما انا ضغطت على ديسبلاي وعملت اكس واي فورميت، بعد كده هضغط على ميجر. الميجر ديت هيظهر لي هنا قايمه في الجنب كده، هضغط على شان الاثنين هيظهر لي هنا الكابلنج اي سي او دي سي او جراوند، نحطها على الاي سي واخد بعد كده التقاطع بتاع محور السينات التقاطع الاكس تبقى دوت الاكس. عايزين نجيب الاكس داش نخليها جراوند عشان تبقى على محور السينات. بعد كده نقيس الطول بتاعها وديت تبقى الاكس داش وهكذا.